محاكمه سياسيه، وخلينا واقعيين، ما ينفعش محاكمه سياسيه تبقى محاكمه. ال 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 اي حد بيتحاكم لازم يبقى يعني حد جنائي، محاكمه جنائيه، لكن دي محاكمه سياسيه بحته. شايفه التهم الموجهه ليه؟ يعني كيفيه التعامل معها، وكيف يعني شايفه ازاي تعامل الدكتور مرسي مع المحكمه يعني؟ لا بصراحه دكتور مرسي يعني انا احييه، يعني دايما كانوا يقولوا عليه في خلال السنه اللي هو يعني كان فيها في منصب الرئاسه يعني ان هو حد ضعيف وشخصيه ضعيفه. لا انا شايفه ان الراجل ده اثبت ان هو يعني شخصيه في منتهى القوه، في منتهى القوه، في منتهى الثبات. نزل النهارده اولا ضد الانقلاب، وباصر ان هو لا يا جماعه ده انقلاب، وبتهيالي كل يوم بيعدي بي 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 يعني بنشوف قد ايه ده انقلاب، وانقلاب فج كمان. تاني حاجه ان عشان دكتور مرسي يعرف ان هو مش لوحده، وان هو وثباته دوت ليه تاثير على الناس وليه تاثير على الشارع. تالت سبب للنزول هو المسج اللي بتوصل للناس. شايفه الغلاء الموجود الان في الاسواق يعني، والازمات مثل ازمه البوتاجاز والمطاعم، يعني شايفه ده ازاي؟ فشل، ده فشل الانقلاب. فيعني يعني اللي بيسرق حاجه ما يتوقعش ان ربنا يبارك له فيها ابدا يعني. يا جماعه السيسي لازم يتعالج، الراجل ده والله عنده مشكله نفسيه بجد، الراجل ده عنده مشكله نفسيه، يعني الراجل ده بجد بدا يصعب عليا، سيريسلي، الراجل ده لازم يتعالج، لازم يتعالج.